ويقدح براسه هذا عزيز. تعال وشارك ضرب المعارك واحذر تدارك فقرة بوينت. ياكم عزيز ياكم عزيز فقرة بوينت فقرة بوينت. روح التحدي جدك وجدي وبراي معدي فقرة بوينت فقرة بوينت. هذا عزيز هذا عزيز جاكم عزيز بعلم وجيز. مبدع لذيذ مبدع لذيذ فقرة بوين جاكم عزيز جاكم عزيز جاكم عزيز. لعب وناسة فطنة وفراسة ويكدح براسة هذا عزيز. تعال وشارك ضرب المعارك واحذر تدارك فقرة بوين جاكم عزيز روح التحدي جدك وجدي وفرا معدي فقرة بوين فقرة بوين فقرة بوين. جاكم عزيز جاكم عزيز جاكم عزيز جاكم عزيز. اليوم اليوم رياليتي فل رياليتي فل يا الربع وخير عليكم. كيف الحال هذا عزيز هذا جاكم عزيز بحر ها غري عزيز. يلا يعين يلا اجلس يا امير 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 مرحبا ارحب. كيف الحال علومك عساك طيب يلا حية. كيف الحال علومك مرحبا شلونكم كيف الحال الله حيه. يلعب ابليسك ما جلس له ترى صوتي يشوش فالبليس قبل شوي. جاكم عزيز جاكم عزيز جاكم عزيز. جدد جدد ابو كسبه خلنا نسمع. سمنت يا بابا جاكم عزيز جاكم عزيز. الله يهينهم يلا حيهم. شلونكم؟ خلاص طفيناها خلاص. والله بالله اشتكى الاحفر. والله ارتاحي والله ارتحت لكم يلا. علومكم الله يبارك في ايامك. زاد غلاك وجبت الشيخ معك. الله يطول عمرك. مرحبا بكم اليوم. نحب صوته من قبل نقابله. يستاهل والله العظيم اني اقول يستاهل. بسم الله عليك. يا مرحبا. كان لعودتي يا عزيز بركه فهي شوفتك اليوم. ما اسمع تعرف المقدم زين الربع تبغى نروح اللوكيشن هذاك نروح اللوكيشن ايه لان هنا كاميرا وزحمه عزيز ما يشغلونها ما عاد اربعه تعبت انا بغني صوتي بعد شوي يلا هذه يا اخوان هذا مثب ايش اقعد خذ ويش ايش هذا حقتنا ابي تدخل بدون مع السوي ذخي ابي شوف شوف اقدر اقول وش تراك بس ما لي بقايه لا لا والله العظيم انا طالب هاك هوا يس نبي يا ضبطونا علشان نضبطكم يلا ايش رسالتك ايه ايه حلو حي عيني يا وضربت على الطيب وهذا انا مستبعد ايوه اشوف سعدك يوم الثلاث نفس الشيء المستبعدين يضمون بعضهم المستبعدين صابحك ابو سلطان يا من على العدو الراتب الراتب يا ولد فضحنا جبنا حد علومكم عساكم طيبين مرحبا عساك ضيف الله عساك طيب كيف الحال يلا حيهم يا مرحب والله يا هلا علومكم علومنا تسرك عشاء عشاء والله ابشركم تسمحون لنا نعيش ريالتي معكم لا بالريالتي عادي اي والله والله اني اشتقت نقعد نتهاوش انا وحماده نعم حماده ما لقيت
حماده. وليه؟ حتى ايش يا حماده؟ والله والله ترى فقره يا ويلي ما تابعت سكريبت. حي ما تابعتوه؟ ما نتابع. افلسوا. ما نعرف. اشوف اموركم ما هي بتمام. تابعتوه؟ لان حدث مو اي حدث. صدقني. يوم حدث عالمي. حدث عالمي. وحافظين اليوم بعد يوم الثلوث. ايوه 10:26 دقيقة. عزيزي ها؟ انت متى؟ مسكون الباب الضرس اللي منها وجعك خلعته. وخلعون الريجي شوف سعد يا ربع رزقي رزقي يلا هذه بحفظها يا ربع نبينا بما اننا جايبين واحد صوته حلو بسم الله عليه متعب عبد الله صوته حلو ناشط في السوشيال ميديا يستاهل نبينا متعب عبد الله يستاهل يستاهل وتراه وعدك بعد يقول له قصيده من كلماتي يغنيها وعمل انت يا عبد الله صحيح الله يطول وقف وقف يلا لا يهينك اي بالله عاد وش تبون الامير يسمعكم اي شيء ناسي عجرا كل شيء منظمه لا لا شوف هو اكيد الشيء اللي حافظ يبدع عطني اللي تحافظ لا انا بعلمكم ان حتى اللي مو حافظه يبدع فيه ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا سم يا حبيبي انا المشكله كان كذا خلاص نبي 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 متى اي شيء يلا على كيفك يلا دائما اعطيت انت اعطوني اسم اغنيه ولا شيله اعطني شيء حظ لا ما عندنا شيء هو اللي بخاطره بخواطركم ايش تبون يا رب لا تخربون علي بشوف ايش اللي بخواطركم عشان يغني عكس ايش فيك هي كذا ليت الولايه خلاص غن محمد عبد شغل مايكك يا ليت الولايف ليت المايكات ليت الخصم ليت تبيها احجار لبيت عراقي على خشم وش حافظ شبي من عراقي في زوال بيت هذا مي عراقي ادري بس انت ما تبي يلا خلاص يلا اغنية ثاية غنها في زوايا البيت هذا كم بكيتك من قساك وكم دعوة مستجابة إلا دعوتي عليك لا تظن اللي يجيبك نفسه اللي قد خذاك وما يجيبك طول بالك جابك إني ما أبي. زل عليك. يا حلو. ما شاء الله تبارك الرحمن. عاد نبي نسمع منكم. سم؟ لا لا. ولد لا تسمع منا اليوم. نبي طعمك. لا لا أنا بسمع منكم. ترى ما قد سمعت إلا من عندك. خلي اللي يقدموني سوالف. ترى جاب صوته زين. لا لا. صوته. سبحان الله نبي خلي. شو عند غالي؟ حتى الشكل. عشان صوته مو حلو. بتسمعنا. في طلبات ترى عليك وانا كنت تحت الخيط في اغنيه لا تقعد تخمس مره غنيتها وانت مسجون بالصدمه ايش؟ في الخيام في اغنيه غنيتها وانت مسجون بالصدمه اللي هي ما تخافش من بكره اشرب البرغاء انا اشرب كوفي وقعدت شله يا ولد انت ليه تسولف كذا عادي؟ انا ترى انا اطلع يعني بعض المرات اكون تعبان اروح المستشفى شوف جد بيكسر الشاشه شوف عشانك حتى حصان ماني بسلطان خذ راحتك يلا اسلم ما انا والله ما بحافظ الا ما تخافش يوم بكره انا معك بس ترى انا عندي نقص في الدوري بلبي طلبات الجمهور ومش بس الجمهور ابشر مساعدهم خلنا نطلع اسمعها كامله ايه نبينا شيء وليت الولايف ترك غنيت هواتف بس حلوه تمشي غير وش يقول لا يا حبيبي ما محفوظ اصلا انا حافظ علي علي ها علي يعني علي ها لا طيب يعني وش نفس عزيز وعزوز ما لا عزيز لا علي 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 بسرعه اليمس وش اليمس بسرعه اليمس اللي عنده ضوء اربع خميس ونيس اربع هذه ختاميه لك الله الله بعطيك شله وداع يلا جميع مقدم جعطه فيها انا حضرت شله ثانيه ايه الى غلط يلي ويت
ايه ضيق صدري له اسبوع ما مره ما هو ذا اللي طالع فيك ضحك هذا الكلب انت خصم الكلب هو قرب في الكوره من المره ما زينه اي غب ضيق صدري له اسبوع ما مره ونيس الوداع شي بالراس والفرقة تلوع لتذكرت الموادع ضحى يوم الخميس ودي ان الوقت وقف على يوم الربوع ودي ان الوقت وقف على يوم الربوع ضيق صدري لها اسبوع ما مره ونيس الوداع شيب الراس والفرقة تلوع السلام عليكم اقسم هو اللي حراك طالع فيه ترى قسم بالله هذا اللي بيهدم مسيرتي الفنية لا يوقف قدام بيهدم مسيرتك لا والله ما يوقف دقيقة ترى في حكم ما نفذته بالتيك توك تبنته واح صيده والله جاني حظر ما اقدر احضر حصاله شها ما لا أقدر أنظر ما لا أقدر أكبر عندك كلمة صح عبدالله إخوان عبدالله عندك شيء أشوفك من أول عندك شيء والله نبي نسمع صوتي تعبان صوت يا عبد الجيز صوت تعبان عزيز تعف الله وطاهر شو مكان علي أرحب يا مخلد يلا حيه يا عمري القزلة يا عمري وين جاي؟ مرحبا كيف الحال؟ علومك؟ عساك طيب؟ ها يلا يا عبد الله أسلم يا عمري القزلة وين يقول وين الاستشوار؟ إيه شوف مايكك لا شغل يلا بسم الله انت اللي شايف ان حالك شلها يا صاح من بالك تحسبني بتعنى لك يا حبيبي فضها سيره تحسبني بتعنى لك يا حبيبي فضها سيره انت ما تستاهل احساسي ولا تستاهل زعل ناسي كلها طاحت على راسي لنعف تلعيش بالديره كلها طاحت على راسي لنعف تلعيش بالديره يومك انت المغرم تجيني ويوم حبتك تخليني يا حسايف راحة سنيني بس ما هو الفين تكشيره يا حسايف راحة سنيني بس ما هو الفين تكشيره السلام يا سلام هذا هو الشيء هذا هو الشيء بس ما مكسور ولد سم كله انا شفت بين صوته ذا هذا هو يصلي يعلم الله صادق لا والله هذا صوتي متقطع والله يا عزيز صوتي متقطع تعبان ما شاء الله تبارك الله صوته تعبان شلون لو متقطع اي ما شاء الله ودي فينا معروف زين ايش رايكم ناخذ لنا شيء جماعي في شيء له بخاطري ودي اسمعها جماعي كم جو الجماعي يلا يا القطوع المواصل يا قريب البعيد من هو اللي مصرح لك تسلط علي أنشدك وانتظر منك الجواب الأكيد قبل سلطان عبد الحميد او معك صوت جانا الحكم المصري صليتني عقب الجماعه وحيد كيف نزحتني عن ربعي وعن علي الله ليهينهم وبيض الله وجيهكم بنلعبها عاد هالحين بنكمل فعالياتنا بس نبي نختار تبي ناس ينفخون معك ما عندهم شغل ترى والله كلنا نفخ والله يا ليت يا الربع ابي اثنين شراب سعد
هي عينكم زين ببيتكم مسرعكم حتى بعد ما ابي لي كل واحد له اربعه يفخ اربعه الله لا يهينكم زين المقاس طيب المقاس ما عليه ما يفرق بس انا ما تكون صغيره مره دايم كم نختار اربعه نختار اربعه مين اللي اخترناه الاسبوع الماضي سعد نواف عقاب بس معليش من لا 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 ايش فيه ذا؟ بقى الريئه عنده قويه شوي حي يا ابو ما شاء الله ما شاء الله يا لا خفف يا الغالي خفف نسم فيها نسم نسم شوي زين زين لا 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 فخ فخ نسم منها شوي نسم كذا ايه اسوي نسم بعد 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 بدون صوت نسم نسم بعد 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 لا بدون اصوات ينفخ شوي بس شوي وحده وحده بس ابن عازب النبنة ابن عازب النبنة افل يا هذا الحرام ما عاد انفع لا والله يبدا الله يطول تعال اضبط حقه لا تعبينا على الخير خير زين اخر مره اخترنا اربعه اي حلوه اخترنا اربعه هالمره للاسف ان الاداره قالوا اثنين معلمينكم لا والله قالوا معلمنا احد لكن اثنين ليش طيب كذا تنحصر المسابقه على اثنين قبل كانت لان نهائي المجموع ما لان ختاميه والنقاط تهم مره حنا نسرف اعمار الله يطول عمرك كنت تدري سام حنا نسرف اعمار ليه ليه نسرف اعمار قصدي يعني المستبعدين والبرامج هذول اول ناس يلعبون ليه ما يلعبون ما يسلسل صح صح تعرف يلامس مشاعرهم بما انا مستبعد اي والله انت مشاعرك تهمني لكن بس قد لعبت زين وين اخوياكم الباقي هذا اللي اكثر من كذا فيه نوم عقاب وبداحك جاي من رفحه وما بدخل زين شلونك يا ماجد؟ مساك طيب. اليوم صديقي قالوا. أبيك معي اليوم بالفقرة. أقول أبيك معي بالفقرة هاليوم. عليها الشحم. أول متسابق معنا ماجد أنفيعي. أريح. سهل. سهل. مصدمين إنه يعني خارج منها عادي. لا لا يشتهر. تاه يا أبو نايف. يعطي النقاط. لا حتى لو ما أهداها. بس المعلومة قلتها قبل شوي وما سمعتني. من بركات عودتي شوفتك اليوم. الله يطول عمرك اليوم. والله كم وصلنا كم وصلنا؟ ماجد انا زين. ماجد ستة. قلت النقاط اليوم ما خليت. سبع تسع ثمانية مرة. شوف انا في شخصين زايد غلاهم في قلبي. عاد تشوفهم انت. ما صليت اليوم بس النقاط. سبع ثمان باقي وحدة. تعبان خلاص. بس عشت. ايوه في شخصين. وش الخطة احمد ال ما حطينا لزق لا ما يحتاج خلط يا ابو عبد الرحمن نجيب لزق يا ما يحتاج خلط يا لا احنا على لزقات ايه والله لا واجد 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 لا واجد ابي واجد ها حسب لزق تروح 4000 سالف لا لا خلاص خلاص عبد الله نشوف له هدف فيزياء ما رشحها كم تدفع زين عشت الله يهينك يا زلمه 36 ونص معالجك اليوم ضبطك بس 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 ايش مدينا هنا صراحه احمد معي ابي لزق ابو وجهين اي خلاص خلاص بنروح الفعاليه الثانيه جاهزه فعاليه ثانيه بالسي جي يا حبيبي محمود ايش الله لا يهينك خلاص جهزها حلو خلاص اخترنا الحين واحد اخترنا واحد نبينا واحد ثاني هنا عطني شوي بس شغلنا عطني شوي بعد قيل ابغى اشوف تو حاضر بقرا بس 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 لا بختار انا ودي اختار عندنا تركي لا ما شفت رشيد تشرب قهوه؟ لا والله يا بر جد وش فيك خارج الفورم اليوم؟ افا والله ايه ما كان زاد ايش شغلك؟ اخذ الزين ولا بس 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 ما ادري والله ما ابي اشرب هلا اقدر اطلع عبد الله نقطة حد عيلي عبد العزيز عيلي سلطان ايمن طاهر سعد كلنا بالمعبد نواف
كيفكم ما تموتوا لعبتها لعبة خلاص سلطان تعال أرحب حق المراهق اسلام اسلام اصابة تريح عاد عاد اللعبة يبيلها حركة يا شباب شغلوا السبيكر بالله خلوا السبيكر شغال اليوم ما صليت تعبان خصم 4000 كم تدفع؟ ذولي ذولي في البث لهم شهرين في البث والله اني ما قلتها يا ريجيل معي يا شباب امر يا ابو ما يمنع عليكم عادي اول فعالية يا ماجد وسلطان تطلع لكم صور حلو سبيكر شغال ايه شغال لا 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 ايه حلو تطلع لكم صور حلو لاحظها وهاتها اسم اللعبة معي يا علي انت عبد الله مركزين لني اغليكم لني اغليكم والله ما عندي مشكلة هاجلس وخليها بدون فعالية ها هو ونعم وكفو وانت ونعم وكفو والجميع وانا ان شاء الله نستاهل اول فعاليه اللي هي لاحظها وهاتها عزيز كم هذا يا ابو سلام سلام يا عزيز انا يلا خذ راحتك لاحظها وهاتها لاحظها كيف بتلاحظها في الشاشه بيطلع لك شيء بينك انت وماجد اول واحد يجيبها نقطه بعدها في صوره ثانيه اسم الشيء يعني في شيء يمكنه موجود على الطاوله يمكنه موجود في اي محل المهم جيبه انتبهوا على مايكاتكم شباب يعني اروح اجيبه ها انت تبي متعب اجرب شعور اني متسابق ها تبي شعور متسابق يلا جاهز يا كنترول عشان ما تكون بعيد بعيد قريب ماجد جاهز ماجد سم الله عدوك سلطان حي عينك واحد اثنين ثلاثه ورنا لاحظها وهاتها عجل يا سلطان يا حمود عند ليشا انت ليشا الله يعمناك شغلوا لنا الشاشه بالله يا كنترول يا طول غبي نور والله ما راح منه عند ليشا هو اللي بيعرف ما هي ملاعق حبيبي لحظه هاي ملاعق هاي ملاعق ها القطو القطو ملاعق هذا ماجد جاب يلا يا ماجد كيف سلطان تعال ماجد خلع عليه ملاعق كامل غبا غبا يا بديش كيف بعدين ناسين انا ماجد سكر بابا عليهم والله وش الركض ذي بطيئين يا ولد انا والله ما ادري وش راح اعجب معك يا ولد يا ولد منك حديد ركز اكيد حديد اكيد ورنا الصوره مره ثانيه نبي نشوف ورنا الصوره مره ثانيه اجهز حديد حديد خليه يروح يجيبها ها يا ماجد يروح يجيبها العريش مين العريش حسبي الله حديد وين حديد ما في حديد يجيب الله العريش فيه الا ظاهر فيه إذا ما فيه حسبناها الماجد بالنهاية دكي الكلب حسبت قوة ترى ما المطبخ لقى سلطان راحت عليك جانا ماجد تعال حديد جاك يركب ما معي شيء عشت يستاهل اول نقطه الماجد ما باقي فهمت اللعبه ليه وش انا جالس اركض يوم انك ما تفهم تركض ليه ما ادري ايش تركض اركض طبعا كلكم تدرون انه خارج المنافسه لكن اللي بيفوز يوزع على كيفه ما نواف ما تمعنا من جيت انا ما تمعنا من جيت ما تمعنا ولا تمعطي الفقره حقها نعم الله يطول عمرك انت السعد الله لا يهينك ترى في صوره ثانيه يلا جاهز يلا جاهز ترى تعبك هذاك اللي مره والله شوف صوره قديمه كلها حسني يا عيال ترى جالس اتعب علشان يعني الكاميرا على الحاجه عشان اعطيكم النقاط شلون الكاميرا قاعده تصور الشيء لا 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 ما تصور تطلع شيء تصورك انت وانت تدور لا الحين صوره تطلع في كاميرا عليها ولا صوره من عندهم صوره من عندهم لا صوره من عندهم انا احسب كاميرا عليها لا يلا واحد صوره ثانيه
اثنين ثلاثة. والله ما نفهم هذه قبيل ما ادري وش لوحة الطج انت. وينها؟ صح يا ماجد تمام. بقى يمسكون الباب ما ادري وش يبي. جنب رقة جنب رقة حط معي حاشة ما احتجز. أنا استسلم. الله يهينكم. حلو. اسمع أنا تمسكني ولا أمسك. يلا الصورة الثالثة جاهزين. معك أقرب يا سلطان إن شاء الله. حنا جاهزين يا حبيبي. واحد اثنين ثلاثة رح. شو الروح؟ هاند مايك. وين المايك؟ هاند مايك. أهرج. ليش ماجد؟ ليش ماجد؟ المطبخ المطبخ وين؟ لا تشوش لا تشوش عليه لا تشوش. عزيز خرب ذا. خلا خلا خلا. ما أدري هذا غير عنك لا أطلقه. والله ما أدري وين. والله ما أدري وين. راحوا للمطبخ. متى ها؟ إيه والله. متعب تعال. يعني مايك وين توقعون تلقونه؟ مايك هاند مايك. انا موجود في الاداره. صح ان شاء الله واحد منهم ذكي يروح الاداره. يسمعونك سميكر. سميكر انا على عزيز اسود. المايك عند باب الاعداد. عزيز مقدم شوف جو عندك ايش يدك. المايك عند صح. السلام عليك. ايش ما عليها مخلد مشكله ما بها مش المطبخ. والله ما وقفت كذا ناظر فيه. حلو وين لقيته؟ الله يحييك. في الكش الابيض. انا لا والله شمل يسار من عند المطبخ. متعب ابيك معهم حق قصايد. تبيني معهم؟ معهم معهم معهم. اجيك اجيك. الطاقه فل عنده. يلا ترى متعب تراه معكم. يلا معي انا. اركض. المشكله انك ما تدل لكن اسرق منهم. حلو ابيك اهم شيء اللي تجيبه. اعطونا الصوره اللي بعدها. صحن ما اطبخ ما اطبخ منه. راح يشار هو يسمع على وصفكم. ابد متعب متعب. هلا راح من هنا. وين راح؟ وين عدريكه يا عيال. كنت بوديه الدريشه وراح. عدريكه هو حرام ولدي. يعني خطا. والله خطا والله خطا. اي والله والله علمه. لا بس غشاش. الصحن استل صحن. ما في صحن عزيز قلت بدك تاخذ صحن. لا خطا خطا خطا. غش غش. ها من اللي جاء؟ حي عينه حي عينه. رحت مع الدريشة. ليه؟ دخل مع الدريشة. حقه ذكي هو. اجي ولا ارجع. تعال تعال. اثنين اثنين. اجي ولا ارجع. تعال جاي مقداعة. تعال تعال تعال. الصحن فخم حقه ما شاء الله. تعبت؟ رايح. رايح رايح متى؟ عادي معنا يقول ولا روح. يلا تبون ترتاحون يا ربع شوي؟ ما عندك مشكلة. دقيقة بس تاخذون راحة بريك. تبون دقيقة؟ لا. الصورة اللي بعدها. روح روح انت. روح بروح خلاص. ترمس وش ترمس ترمس. ولا خلي لك واحد. ايش ايش. ثلاثة اثنين. كم باقي صورة؟ كم باقي صورة؟ خلاص وش يد وخلاص. قم 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 طيب المغرب قم. يلا اللي بعدها روح. قلها فينا منديل. طاولة. قوي 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 قوي. ثلاثة ثلاثة. أنا بشيل الثوب. نبغى شيء برا منتج. يا ولد اربط اربط ثوبك ماجد. برا منتج. والله العظيم اربط. يلا يلا. الصورة اللي بعدها. يلا يا جماعه باظه شيء قريب بالله. واحد من عيال ايمن في برنامج عرف كذا تابعنا يا متى شلون اي يا ولد علي. خلاص يا عزيز عزيز خلاص
هذا غير رسمان شايف لكم هذا الفكره وش كوم يا خلاص عادي ارقد 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 شيء في حمراء هو اللي اعطاني حمراء الصوره اللي بعدها مش هذا ما له نقاط تبي تلعب معهم ابشر تعال ما لقيت مش سرعة هاي سرعة حسبي الله عليك سرعة شيء لا 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 ما تحسب كم؟ أربعة ثلاثة صح؟ خمسة ثلاثة أربعة خمسة ايش ما غير الأربعة خمسة ثلاثة تعال يا سلطان خلص خلص من أمس تعال جايلك يا غبي جايلك الحمام نبي من هو الأداء؟ ها تعال 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 قرب 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 خلص يا رشيد يلا ايه مح الصورة اللي بعدها رشيد رشيد روح يا رشيد فكني سكوب قزاز رشيد يبي قزاز يبي قزاز خلاص هو ما لا 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 قزاز قزاز ما في هنا رشيد هاتلي وين السيف؟ ارحب مرحبا مرحبا تروح لا هذه خلها يبغى قزاز ما جاني ما جاني لا الحين هذا ما بكون وين العروة لا أنت كوب يا دخل المغسل هن دقيقة خلي يجوا خلاص أبي شيء له مسكة إذا ما لقينا أنت الفايز هاته إذا ما لقينا أنت الفايز رشيد وين؟ وين؟ أنت ما قلت بتلعب ليه واقف؟ يلا وين فيه؟ تعال في الإعداد خلاص راح تعال تعال نكمل تعال كم؟ ستة ملعب ثلاثة تعال عيلي وين راح سلطان؟ تعال يا سلطان يلا كفك خلاص ما خلصت اي والله بيض الله وجيهكم يلا يا سلطان والله جابها والله جابها والله جابها والله جابها لا هاي كم نقطة؟ اجلس خلاص النقطة تعطيها سلطان ولا سلطان ولا ماجد؟ ماجد نقاطه أكثر سلطان يعطيك العافية تعال خلينا نحط خشمك خشمك هنا أربعة ستة ستة يا رجل لا هذه ما حسبناها أربعة خمسة ها داري أربعة خمسة أعطونا الصورة اللي وراها تجيبها تعادل نقطة ما خطر إليه إنت والله ما راح تلعب الصورة اللي وراها دله دله العز سلطان خذها من يده خذها من يده يا سلطان تباقسوا يعني تهاوشوا حطونا حطونا الشاشه حطونا الشاشه يو لا لا ما يقدر فيه ماجد شوف جابها جابها طرقينك حي عينه حي عينه بس هذه بس هذه ذهبية طالعة ذهبية ما في ظاهر ذهبية ذهبية ولا في ذهبية بالنسبة في ذهبية هاي هنا ذهبية بالنسبة لا 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 مليون لا 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 فيه فيها اشياء ما ادري قريب ولا بعيد تبون تبون ترشحون احد محلكم حسيك خبر ها ترشح احد محلك هذا الصوره الاخيره ان شاء الله انها الاخيره ما هي بالاخيره فاتم ترشح احد مكانك كمل حي عينك تبي ترشح احد كمل بكمل حلو خلاص الصوره اللي وراها سلطان مخده اي مخده اي مخده اي مخده اي مخده لا 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 سلطان صحيح اهلا جديد عندك وش خليته وش خليته عندك لا ما سكت وياه
في 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 عقبها لعبه غير عطونا عطونا اللي عقبها عطونا اللي عقبها اللي عقبها سريع عجيب ما عنده خلاص اعطاني ثلاث انا بيوحي خلاص في صورة؟ ها؟ سعد هذه استعطاه في الحين استعطاه عطني كم النقاط عندك ماجد؟ سبعة أربعة سبعة وثمانية لا سبعة أربعة الحين الخطة باء استعطاه أنا بيها تخلص كم ثمانية؟ سبعة ستة أربعة أربعة أول لعبة تروح الماجد أنفيعي خلصنا 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 مبروك كبير معوض تعال في 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 فعالية في فعالية أخيرة في فعالية أخيرة نبي نحط تايمر بما ما جانا لازم ما حطيت معي من بخلد هذه كم رشيد والله ما عاد أشوف غباش لبس حر يا ولد تعال معي متعب والعب كيفات والله من كيفات ولا كيف هاي يا حبيبي تقريبا ايه ها والله اكثر من المخده مخده ايه هات هات وين ابي واحد هناك واحد هنا هات 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 هذي أربع هنا يطق إيه مين بيروح هناك أي واحد هات واحد مثلاً يلا خلاص خلاص على خشم والله حطهم فتنس فتنس أنا رايح أسرق شو أنا أدري كنت أعطيني هات هات خلاص خذ ثلاث سلام انا اربع وانت خذ اربع كم معك حبه اربع وانت كم معك اربع خليك هنا يلا خليك هناك سلطان دقيقه يا شباب لا لا خلها 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 لا تمسك لا تمسك عيال بس كذا وش تاخذ جت واحد ما بخسر خل حطها براسك قرب عند رشيد اجل يلا دقيقه احنا الله يخصي لا خل البالونات يا سلطان اللعبه كالتالي تفقعهن واذا خلصت وإذا خلصت تفقع اللي في النص أفقع أنا في مكاني لا 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 تحرك ليه أربعة طيب واحدة تكفي لا لا تحرك تحرك معك أربعة أفقع واحدة طيب محتاج الباقي كيفك تبي تحذف وتروح تأخذ كيف عادي كذا بيدي بدون ما حذف لا لازم تحذف وبينك وبينها مسافة يلا أقرب مسافة كذا يعني هذه هذه كذا لا ارجع شوي واحد دقيقة دقيقة قبل لا تفقع اللي بالنص لازم تخلص اللي عندك هل اربع ولا اربع ثلاث رح احرص على سلطان يا متعب احرص على سلطان لا يغش واحد اثنين ثلاثه واحد ها اثنين ثلاثه ها صح الاخيره وين وين الاخيره الاخيره يا ماجد سلام عليك خلا 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 بحاول اجيبه خلا حبيبي كرتي فيها ما شاء الله جيب جيب واحده الله يجزاكم خير ما عليه سلطان ما في مستوى يا ابو هادي تعبت ثم خليته نركز ها وش هذا اسمه هدومه قبل العاصفه زين اسلمك في شيء اقوى من كذا اصدمك طيب طرح حشوان بلالين هذه طرح حشوان ازرق تعال يلا يلا يا متعب هذا جامعها كلها طرح حشوان زين قل ما شاء الله قل ما شاء الله ما شاء الله بد كل شيء ذكر الله على كل شيء ايش فيه الله لا يهينك طول عمرك يا الربع عشت الله لا يهينك الفوز لك الحين متعب ترى سلطان فري خليك مركز علي يا شباب اسمحوا لي بس دقائق متعب خليتك اول تراقب سلطان لانه تيمك تيم وتيم حلو خلاص تدري ممتاز ما دورنا قطره مره ما معك قطره متعب المسؤول صح المعلومات كلها عنده ايه يعني ترى اذا تخسرت اللوم على المدرب جالس يغني ومتكي والله هذا مدرب ذا هو شاف كل شيء هو شاف يشوف ما يسوي شيء كم نقاطك يعرف كم كم نقاطك عندك بالبولين كلهم
بلعب يمين هذيك ست صح؟ أربع يا رجل أربع أبو مدن بس هي أربع بس قل خمس عشان تصير واجب وات كم نقاطك؟ خبرها ثمان صارت تسع ثمان خلها سبع وفايز والله وفايز حلو خلاص ماجد فزت أنت وأنت خارج المنافسة لكن بيدك 4000 نقطة وعندك الشباب أكثر من شخص ولا شخص واحد ولا عندك ولا أربع أشخاص ألف ولا أقدر أعطي على 100 أربع أشخاص آلية التوزيع اللي قبل اللي كل واحد أقل من الثاني ما يصير الحين خلاص تقدر تقسمها ألف 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 أربع أشخاص أربع أشخاص قسم على الموجودين في المنافسة أنا ما أبي أكبر على أخويا أنت ما تقدر لو تبي ما تقدر بعيش تو مصاب يلا معليش قلت المتعة عندك تركي جبر جدو عبد الله الدفين مخلد عبد الله الحافي علي عبد العزيز علي أيمن طاهر سعد والله كلهم عندي شيء واحد و دخلت هنا والله كلهم عيال عمي ولا أنا بقول على أنا ماني برد عم كل عتيبي أنا ورد عم كل القبائل ونعم فمن محبة من غلاء وكلكم والله عندي أحباب سعد الطويل 2000 عبد العزيز المغير 2000 أقدر أعطي الألفين ذي؟ سم؟ الألفين أقدر أعطيها؟ لا جتك خلاص ما تقدر لا أنا طالبك طالبك ما تقدر خلاص راحت مطلوب جت والله تسجلت مطلوب تسجلت والله يا بيرجي في حاجة طول الله يطول أنت يا سعد ما حد يبغى والله كلكم والله ما أدري والله ما أدري النقص عند من والزود عند من في النقاط يا ربي والله أنا جت كذا الله يرجيك الله يرجيك طيب الله كم عندي يا عزيز؟ كم عندك؟ أنت لست بشيء؟ قايز معرفتك ابو محمد اكسب سعدك الله يطول عمرك 300 خلينا نتجمل مع الرجال تبي تتجمل ايه تجمل بس انك رفيجهم والله العظيم انهم منهم انك رفيجي كان من نسوبك ما في نقاط ابدا ابدا خذ راحتك ما في احد لو في احد ليموني اعطيته عادل هو ما بي ده شيء 300 بس شيخ خلينا نتجمل معهم تدخل بسيط سم امرني حسب الله على عدوك توني اذكر التاميه الجميله اللطيفه الحبيبه ايه اكرم اخويانا تبيعها هي اكرم انت والله قدها وقدود عاطهم اي والله الله يطول عمرك ولا يهينك بيدك 4000 راح وزن كفو خلاص بخليها مسابقه شبت النار والغايب حمرها شبت النار والغايب حمرها تسمكم تأخذونها باردة مبردة مسابقة مسابقة يا شباب الأربعة لا في بيتك مسابقة ترى أول واحد يلبس مثل طقمي أول واحد يلبس مثل طقمي أصفر أي لون أصفر أصفر وأسود أصفر وأسود علي 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 اليوم أصفر وأسود اليوم خضراء هذه واحدة باقي مسابقة تعالوا لنا في الستيج مشينا وش فرح ستيج عزيز ترى تصدق ستيج المسرح لبيك تصدق سم تصدق عطني طقم طيب حضر نارنا عمرنا النواب انت لا نجد عزيز مالك علاقه ها هلا علي بلبس معك لا اللي تحت بني اللي تحت بني او كم ذا علي او كم ذا علي سروال هذا يا ناس يا ناس واللي خرجني اني مشتاق لا جوادي عزيز يا عبد الله يا حلوه سويدينا سويدين عبود قال اللي بيلبس نفس قصه قال اللي بيلبس نفس اوه راح ولبسها ولبسها وخلاص عبد بن هادي علي وجبر عامل بن عزيز ياكم عزيز مبدع لذيذ
فقرات بويا بسجل على المسرح بسجل على المسرح ما شاء الله ثوب يا الربع يا عيال اقول لكم شيء شباب والله وبالله وتالله اني ما ادري مين مسوي الله يطول يشوش يا احمد الله يبين الله يطول عمرك هذه يا الربع والله تو يجيني علمها دقيقة هذه والله يا شباب تو يجيني علمها من جروب دعمي الدواهي الله يطول عمرهم ولا يهينهم الله لا يهينهم يطول شكرا بحجم السماء الله يعطيكم العافية اسمحوا لنا بس نبي نحط لنا تعال مثل حط لنا مساحة بوينت باي باي شكرا فريق قدام بعدين تصور يعني يلا يا علي والله اني توني ادري عنها الان ايشي ذرابة ايشي دور ايشي فريق دعم صحيح والحضيض اللي معه مثل الدواهي اي شيء صعب في العالم يا بوي الله يحفظك وسم يا هني كلكم بصور تعالوا نبي تجمع لبيك على خشمي بس نبي نصور تعال يلا يا علي خلي يخلصون بسرعة نبي صورة يعني تكون هي ورانا وطالعة وكويس ليش ما نمسكها والله ترتفعي إيه دقيقة أيوة امسكوها بس انتبهوا لا تنقطع يلا تعال لا اصبر طيب بس رفعوها لا ارفعها خلها ايه ايوه يلا تعالوا يلا تعالوا قدموا لا ايه ابعد ايوه يلا تعال اصبر ايه اصبر تعال هنا يلا وانا سعيد انك على الارض موجود وانا غني لو ما معي غير طريق الله لا يهينكم ويطول اعماركم شكرا بحجم حبي لكم الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا وترى الدواهي ما نسوكم في هديه ذبيحه في دوار السعاده في صحن راح تجيكم ان شاء الله بعد شوي من جروب الدعم الدواهي شكرا في تعال أجل لازم تدخل معانا أن اسمحوا لنا الإدارة هبش ضروري لازم تدخل معانا من جديد ما طيرها عطونا مقص لا انت لا تفقع لا طيرها بس اقطع الحديدة وهي بتطير حالها ايه اقطع الحديدة وامسكها ونطيرها جميع ابي امسك معكم ابشر تعال امسك لي امسك تعال يا مثل دقيقه بس عبد الله ابشر عبد الله عندك كلمه دقيقه عبد الله عندك كلمه تعال يا مثل ايه الربع الحوشه ذي تعال يا مثل امسك ذي يا مثل انت تراها بتطير يلا دقيقه واحد عند عبد الله كلمه دقيقه يقول الله يطول دمع الفراق دمع الفراق اللي خطف كل الارواح اليوم اشوفه بالحزن صدق ممت بوينت فقره تسعد ارواح وارواح كانها على جمر المشاعر تجمد بوينت فقره كلها افراح فافراح كانها على جمر المشاعر تجمد كان الغياب يقول يا شينا لا تراح ومصعب غيابك يا عزيز المحمد الله يطول دقيقة واحد اثنين ثلاثة كتوها هذه بالولاء الثانية أحمد الحيب باقي في حاجة سم باقي في حاجة ما شاء الله أثرني من عمي يا الربع والله انتوني اشوفها الله يطول اعماركم تعالوا كذا بس خلينا نشوف
ما خليتني ادوسها. هاي متوقع منو مزيون هذا؟ دقيقة راح الحظ. وسعوا 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 خلونا نتوسع. حظه حظه. ها ما يجي ما يجي. يلا تجمع تجمع متى تعال هنا؟ جمعوا ضدي وسحروا لها. يلا برست عزيز واحد دقيقة برست بوينت عزيز واحد اثنين يديكم 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 عيدي يديكم تكفى قول لا تقول ثلاثة قول سبعة تكفى عطني يدك يلا واحد اثنين سبعة الله يعطيك العافية اشت اشت الله لا يهينك بس بس نزل 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 وزع طعني وزع كأنك شقليطة وزع ايه الله يشغل احمد عبد الرحيم يبي يشارك باي شيء ها اشهد اشهد يا باذن الله لا يهينكم ويطول اعماركم تمام ترى في فيديو مقدم برضو وجهك مالك من جروب الدعم الدواهي مونتاج بسيط جدا لكن ما عندنا شاشه نشوفه احنا هنا لكن بيعرض ان شاء الله لكم الان وبشوفه ان شاء الله وشكرا بحجم السماء وشكرا بحجم حبي لكم لان حبي لكم مستحيل اقدر اوصفه في حاجه الله يطول اعماركم ولا يهينكم شكرا وصف شكرا الماء شكرا قمر شكرا لكل شخص وقف مع عزيز من بدايته الى نهايته بدون استثناء ايمن ايمن والله يعطيكم العافيه ايمن ايمن شكرا وشكرا لرشيد عزيز عزيز احنا نحبك صح يلا نحبك ايمن لا لا 44 يوما عاشها عزيز المحمد ببرنامج سكريبت والتي فيها أثبت نفسه وأثبت قوته بالتقديم ليأتي لجنتل ويصبح أحد مقدميها والذي أجاد التقديم فيها ومن الجدير بالذكر أنه عاش تجربة التقديم 44 يوما أيضا والتي بها عوض أيام سكريبت وكأنه يقول ها أنا ذا نجحت ووصلت إلى ما أريده في رحلاته كان بجانبه دواهيا لا يعرفون الوقوف أو الملل ساروا معه حتى وصل وسيسيرون معه في جميع خطواته لأنهم يعلمون جيدا أنه لن يقف عزمه بل سيزيد يوما بعد يوم لأنه بكل فخر عزيز المحمد شكرا 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 قلت الكلام هذا قبل شوي وانا من الناس اللي يا رب لك الحمد ما يخونني التعبير ولكن في المواقف هذه خانني التعبير اغليكم جدا اعرف انك دامك قدرت تحرك مشاعر شخص في حديدة في جوال بيدك قدرت تغير مشاعره سواء مشاعر كويسة ما هي بكويسة أعرف أنك شخص عظيم تأثيرك عظيم علي وعلى غيري شكرا بحجم السماء هذا اللي أقدر أقوله لكم وإن شاء الله أنها ما هي بآخر ظهور وأنا عزيز العزيز اللي 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 اللي, اللي تعودتم عليه و لبيك على خشمي وعنده وعند تركي الحين بتوزعهم واحد اثنين سبعة اسمع تركي عنده كلام اسلم يا الكلام وشي الله يبيض وجهك يا عزيز وجهك أسعدتنا وأضفت لنا الكثير ترى في البرنامج هذا ولك بصمة قوية ترى معنا حنا يا أخوياك ماني قايل المتسابقين عندك لكن أخوياك وأخوانك أخواني عز الله الشيء الثاني أبغير عندي تغيير اسم الجمهور ويكفي أنه فقرتك يا عزيز الله يطول عمرك تم تغيير اسم جمهوري من جيش تركي للمصايب السلام للمصايب عندنا من جرب الفناجي هاي عينه بيض الله وجهك غير جمهورك من جيش تركي إلى المصايب إلى المصايب عز الله إن شاء الله أنه مصايب رسميا كفو يستاهلون يستاهلون يلا ختمت لا لا شغل الشارع شغل الشارع شغل الشارع دقيقة دقيقة بنسمع بنسمع من تعوبي طلب طلب بنسمع على غشمي على غشمي بس دقيقة بس قبل ابدا مثلا سم. انت ما كبر احلى تاكل معنا من دور السعادة كفو على على خشمي بس خلني بس اخر طالبينك وطالبين الادارة طالبتكم في الشعب تم تم الله يطول عمرك بدري واحد لحد والله اني والله اني لا اكلمهم والله اني لا اكلمهم ابشر بسعدك شيء ما هو بيدي لو قلت الله يبيض وجوهك زين نبي نسمع من من
نبي نسمع من متعب. ابي بختار انا ها. ابي قال وتسلى. الله نرجع لعاد. باللغة العربية فصحى. الله يا متعب الله. يلا يلا. قالوا تسلى عن المحبوب قلت بما. الله. قالوا تسلى عن المحبوب قلت بما. كيف التسلي وفي الحشاء نيران. إن التسلي حرام في مذاهبنا. وكيف أرضي بكفر بعد إيمان. فشارب الخمر يصحو بعد سكراتي. وشارب الحب طول العمر سكران. يا دنياتي يا سلام خاطري وانا احبك. يا سلام ليه الجفا ليه تهجرني وانا احبك. أحبك يا سلام. الله عليكم. الغايب حضرها شبت النار والغايب حضرها نار الإسلام. هلا شبت النار الله يهينه والغايب حضرها. جاكم عزيز بلم وكيس مبدع لذيذ مبدع فقرة بوين. جاكم عزيز لعب وناسه فطنة وفراسه ويكدح براسه هذا عزيز. تعال وشارك ضرب المعارك واحذر تدارك فقرة بوين. روح التحدي جدك وجدي وبراي معدي فقرة بوين جاكم عزيز هذا بيجيبه زبطه قدام عيني. ولا انت ختام وجهك ابيض ختام فقره ولا هو ختام خوه وبيننا سم بدنا واحد لحد اللي الله يطول عمرك. والله ان شاء الله اللي لقيت لي فرصه والله اني لاجي مرتبط لكن ان شاء الله بشوف الامور وبعلمكم باذن الله. الله يطول اعماركم ولا يهينكم. نهايه فقره ما هي بنهايه خوه ان شاء الله. تعرفت على اخوان ما هم والله متسابقين ولا 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 ربع لا عزلهكم اخوان. وبيض الله وجيهكم وما قصرتوا وبالتوفيق والى لقاء اخر. سم مليانة اليوم سم حلمنا يكبر ونعيش الأمل وأكثر نزرع قصة وتثمر جنتلها مع جنتل فرق سلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الأفاقي جنتلها يا جنتل انت صاحب الغالي عند منزلك عالي عيش المر مع جنتل لمتنا وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع حلم
علمنا يكبر ونعيش الامل واكثر نزرع قصه وتثمر جنتلها معاجته فرق اسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الافاقي جنتلها يا وخوتنا فزعتنا وطيحتنا ضحكتنا ودمعتنا جنتلها مع يكبر ونعيش الامل واكثر نزرع قصه وتثمر جنتلها مع جنتلها فرق اسلوبك الراقي يا جنتل هو الباقي تبلغ كل الافاقي جنتلها